نشكر سعادة الدكتور خالد بن عبد الرحمن العوهلي رئيس الجامعة على الكلمة. الحياة مليئة بالعلوم التي أنتجتها عقول البشر، والتي وهبها الله لتلك العقول من إلهامات وحكم، فقد انبرت أيادي العلماء تكتب وتبحث، فمنهم من يؤلف، ومنهم من يترجم، ومنهم من خط اليوم كلمات مليئة بالأحاسيس تسمعونها الآن من خلال كلمة الخريجين من كلية الدراسات العليا يلقيها بالنيابة عنهم الطالب ذياب نور الشمري، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله حمدا كثيرا طيبا نحمده ونستعينه ونصلي على نبيه محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي راعى الحفل الكريم، سعادة الدكتور خالد بن عبد الرحمن العوهلي رئيس جامعة الخليج العربي، أصحاب السعادة أعضاء مجلس أمناء جامعة الخليج العربي، السادة أعضاء الهيئة الأكاديمية والأدارية بالجامعة، أولياء الأمور الكرام، زملاء الخريجين والخريجات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الحضور الكريم، قال تعالى في محكم كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم، نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم، صدق الله العظيم. حقيقة إن أعظم وأجل وأجمل نعم الله علينا هو العلم، منحه الله لنا ومدح وكرم أهله وأجزل لهم العطاء. نجتمع اليوم في هذا الحفل المبارك لنهنئ أنفسنا وأهلنا بتخرجنا وتقدمنا في درجات العلم، لنجني ثمار الجهود المباركة للعمل الخليجي المشترك من موقف موحد ومن إرادة قوية نحو تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها جامعة الخليج العربي، فهي رمز ساطع في سماء مشاريع العمل الخليجي المشترك، ومركز متخصص لتلبية احتياجات ومتطلبات مجتمعنا الخليجي، لنحقق لأوطاننا المجد الذي نأمل والرغي الذي ننشد، مؤمنين بالله جلت قدرته، متيقنين من عطائه الجم، متفانين في العمل، مؤثرين العطاء، مقدمين البذل دون الأخذ، والصدق والإخلاص والوفاء والإصرار على التفوق من أجل التألق في حاضر مشرف وغد واعد ومستقبل يبشر بالخير والنماء ويفيض بالسعادة والهناء. أسرت جامعة الخليج العربي، أنتم أصحاب الفضل علينا، وأنتم النجوم التي أضاءت لنا دروب المعرفة وحملت معنا مشعل النور الهادي إلى اليقين والأمن والاستقرار في ظل تربية قويمة ونفس مطمئنة وروح خلاقة مبدعة، تبدأ بالفرد وتؤسسها الأسرة وتنعم بها المجتمع لتفي بظلالها المثمر بالخير على أوطاننا الغالية وشعوبنا الأبية لترتقي إلى مصاف دول متقدمة في العالم. فنتقدم بالشكر الجزيل لجميع أعضاء الهيئة الأكاديمية والإدارية في جامعة الخليج العربي الذي عملوا بروح الفريق الواحد وأغدقوا علينا بالعطاء البناء ورفعوا البناء ليصل إلى عنان السماء بقيادة الأخ والأب الدكتور خالد بن عبد الرحمن العوهلي، وفقكم الله وسدد خطاكم. أهلنا وأحبتنا، لقد كنتم خير عون لنا في هذه الفترة المهمة في حياتنا، وأنتم تشاهدون ثمر حرصكم وتفانيكم معنا كي ننهل من ينابيع العلم والمعرفة، فأفرحوا وقروا عينا، فإن الشجرة أثمرت وآتت أكلها، وإلى طريق الخير جميعا نسير. فشكرا أهلنا الأعزاء. أيها الخريجين، اليوم عيدكم واليوم فرحتكم، إنها خطوات العز والفخر، احملوا مشاعر العلم والتنوير والمعرفة وانطلقوا إلى دروب النجاح معززين بالعلم والإيمان، فبهما تتحقق الآمال وتتجسد الرؤى، ومدوا جسور التواصل فأنتم أمل الحاضر وبناء المستقبل، وتذكروا أنكم كنتم فخر هذه الجامعة كما كانت فخرا لكم، وانطلقوا برعاية الله
فأنتم علماء المستقبل وورثة الأنبياء، فلا تبخلوا بعلمكم واحرصوا على التواضع وكونوا القدوة الصالحة. وختام القول، وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وسدد على طرق الخير خطانا، ويحفظ أوطاننا وشعوبنا من كل مكروه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو فن العلاج، وهو العلم الذي يجمع خبرات الإنسانية في الاهتمام بالإنسان وما يعتريه من اعتلال وإصابات وأمراض. إنه الطب، العلم التطبيقي الذي يستفيد من التجارب البشرية ويقوم على الدراسات العلمية الموثوقة بالتجارب المخبرية والسريرية. ومع كلمة الخريجين من كلية الطب والعلوم الطبية تلقيها بالنيابة عنهم الطالب حفصة محمد بوشيري، فلتتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي راعي الحفل الكريم، سعادة الدكتور خالد بن عبد الرحمن العوهلي رئيس جامعة الخليج العربي، السادة أعضاء الهيئة الأكاديمية والإدارية بالجامعة، أولياء الأمور الأفاضل، زملاء الخريجين والخريجات، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم أقف بين أيديكم، أحمل على عاتقي المهمة الأصعب والأجمل في الوقت ذاته، مهمة تمثيل زملاء الخريجين والخريجات في كلمة تعبر عما يجيش في نفوسنا. اليوم يقف بنا قطار الإنجاز على مشارف محطة لطالما انتظرناها، محطة تأتي بعد سنوات ست من الإنجاز والعمل، سنوات ملأى بالنجاح ولا تخلو من بعض الإخفاق الذي سرعان ما يتحول دروسا وتجارب تصقل علمنا وخبرتنا. أغمض عيناي فتتزاحم في ذهني الصور، أعود بذاكرتي إلى بداية الرحلة وأول المشوار، أسترجع لحظة ارتداءنا المعطف الأبيض للمرة الأولى. لم تكن الأرض لتسع فرحتنا آنذاك، أتذكر كيف داخل أنفسنا شعور الزهو حين تعلمنا أول مصطلح طبي وحفظناه. كنا نعد ذلك أيما إنجاز، ننظر لأنفسنا بفخر ونحن نصارع مخارج حروفنا ونحاكي في لفظنا له أساتذتنا. تفاصيل بسيطة كنا نعدها وقت ذاك أعظم إنجازاتنا، أشياء صغيرة كانت فرحتنا بها كفيلة أن تنسينا متاعب الدراسة ومشاقها. سنوات ست قضيناها في هذا الصرح العظيم، متنقلين كالفراشات بين قاعات المحاضرات والامتحانات، بين ردهات المستشفى ورفوف المكتبات. سنوات ست عاصرنا فيها أطباء ومعلمين ومرشدين جادوا فيها علينا بخلاصة علمهم وتجاربهم، وأغدقوا علينا من جهدهم ووقتهم دون كلل أو ملل، فكانوا لنا نعم المعين بعد الله عز وجل. نقف اليوم ننظر بكل حب إلى هذا الصرح الكبير، مدرستنا العظيمة. إنها أنت يا جامعة الخليج العربي، قد قلناها فيما مضى على سبيل المزاح والتذمر لطول ساعات مكوثنا فيها، واليوم نقولها بكل حب ونعنيها، هي بيتنا. كيف لا تكون كذلك وقد عشنا بل وكبرنا فيها؟ وطئتها أقدامنا للمرة الأولى ونحن بالكاد نجاوز أعوامنا 18، واليوم نتخرج منها أطباء ينتظر منهم الكثير. اليوم ومن هذا المكان نعطي لأنفسنا بعض الحق في أن نرفع رؤوسنا بكل فخر، نحن قادرون، نعم قادرون، قد خذنا التحدي ونلنا الشرف، شرف أعظم علوم الدنيا الطب. أيها الحفل الكريم، رغم أننا نعلم أن عبارات الشكر تفقد معناها حين لا تكون كافية، ولكننا نعجز أن نكتمها. شكراً، شكراً لكم أساتذتنا
وإن كان الشكر لا يعد شيئاً أمام لحظة واحدة وقفتم فيها تنقلون إلينا حصاد علمكم. شكراً لكم على كل لحظة فرحتم فيها بنجاحنا أو عاتبتم بود خالص تقصيرنا. شكراً لقلوبكم التي وسعت مشقة تعليمنا ولأرواحكم التي على طول المشوار احتوتنا. وشكراً شكراً آباؤنا وأمهاتنا، لا أظنني رغم هيبة الحضور وعظم الموقف أنجح في إخفاء نبرة البكاء في صوتي. تحملتم معنا الكثير وعشتم تفاصيل رحلة النجاح هذه خطوة بخطوة، ضحيتم معنا ومن أجلنا بالكثير في سبيل هذه اللحظة. ندين لكم بالكثير ونهديكم فرحتنا ونجاحنا. زملائي وزميلاتي الأطباء والطبيبات، إخوتي وأخواتي، ما عساي أن أقول وكيف لي أن أختصر في كلمات قليلة قربنا على مدى سنوات ست كنا فيها جسداً واحداً ويداً واحدة. رغم جو الجدية الذي فرضه علينا الطب، رغم برودة المشرط في أيدينا وزحام الأوراق من حولنا، جمعنا الحب والمنافسة الشريفة حتى غدونا على قلب رجل واحد. حضورنا الكريم، بحثت كثيراً عما أختم به كلمتنا، فلم أجد خيراً من حمد المولى عز وجل على عونه وتوفيقه. نسأله أن ينفعنا بما علمنا لننفع به من حولنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا الأحلام.